تمام. هلا هذا الماضي اخر اكزامبل اخذناه، اخر شيء حكينا عنه اللي هو الريجولار لانجويجز، تمام. واخذنا مثال عليه، نكمل المثال. مثال كان طالب، عمل كونتينيو على المثال السابق. محاضرة اليوم، اليوم تاريخ قديش؟ 24/3/2020. تمام. كان السؤال are the following languages regular or not؟ Are the following languages regular or not؟ تمام. آخر language أخذناها رقم 3 كانت اللي هي L3، كانت اللي هي AN BN N أكبر أو تساوي 0. حكينا هاي regular ولا not regular؟ وليش؟ not. قلناها not regular. ليش يا أنس؟ لأنه في علاقة ما بين A و B. ممتاز، لأنه في علاقة بين أجزائها، بدها ميموري، والفاينايت أوتوماتا ما فيها ميموري. هلا قلنا الريجولر لانجوج، اللانجوج اللي بقدر أمثلها بـ NFA أو DFA، تمام؟ فهاي مش ريجولر، أنا ما حقدر أمثلها لأنه في علاقة. طيب نأخذ another example. 4 L4 language رقم 4 اللي هي W such that W belong لل AB star و number of A of W تساوي number of B of W. هاي اللانجوج regular ولا مش regular؟ ليش؟ not regular. ليه؟ نفس الشيء لأنه في علاقة بين أجزاءها، بدي ميموري عشان أقدر أقارن بين عدد الـ A وعدد الـ B، تمام؟ فهاي برضو not regular. طيب نأخذ another example. واضح هاي ليش مش regular؟ لأنه في علاقة بين أجزاءها، بقول لي عدد الـ A مساوي لعدد الـ B. طيب إيش فرق بين هاي وبين هاي، بين الثلاثة والأربعة؟ الثلاث عدد الـ A مساوي لعدد الـ B، بس الـ A لازم يجوا قبل الـ B. هون ممكن يجوا بأي ترتيب، يعني على سبيل المثال BA. هاي belong لهاي اللانجوج لأنه عدد الـ B مساوي لعدد الـ A. هاي belong لـ L4، تمام؟ دكتور بطل، ليش L4 بالضبط مش belong؟ عفوا، ليش L4 مش regular بالضبط؟ ليش L4 مش regular بالضبط؟ لأني ما بقدر أعمل DFA أو NFA تمثلها، لأنه في عندي علاقة بين أجزاء السترينج. هو بيحكي لي إنه عدد الـ A في الـ W، number of A in W يساوي number of B in W. يعني لو خد أي string تمام، بتعد عدد الـ A وعدد الـ B متساوي. فأنا على سبيل المثال ما حقدر أسوي إشي إنه دخل له الـ B، دخل له الـ A، بعدين يجي قارن الجزء الثاني إنه مساوي مع الجزء الأول، إنه عدد الـ A مساوي لعدد الـ B. أو على سبيل المثال A B A B مثلا، هذا برضو بيلونج لل 4. ما بقدر هلا، هاد على سبيل المثال كونتكست فري، هاي اللانجوج ال 4 كونتكست فري. حنلاقي انه الكونتكست فري مثل بوش داون اوتوماتا بتقدر تمثلها، لانه البوش داون اوتوماتا فيها ستاك، كل ما يجيني A بعمل له بوش، كل ما يجيني B بعمل بوب لل A. ظلني اعمل بوش وبوب، اذا فضل ستاك في الاخر معناته عدد ال A مساوي لعدد ال B، تمام. اما هون ما عندي ميموري بالفاينايت اوتوماتا، بالدي اف اي والان اف اي ما فيها ميموري، فما بقدر امثلها، فهي مش ريجولر. هلا قلنا البروف الحقيقي باستخدام بامبينج ليما مش مطلوب منه، بس انا اعطيتك الفهم تبعه، الخلاصه تعيته، تمام. طيب ناخذ انذر اكزامبل ال5. دكتور ما
طلب صغير. تفضل. دكتور ما يستعيد انه كيف نميز بينهم انه ريجولر او غير ريجولر؟ حاضر. هلا عشان اميز انه ريجولر ولا مش ريجولر، اذا في عندي علاقه بين اجزاء السترينج اللي بينتمي لللانجوج بتكون مش ريجولر. تمام. لاحظ هون في عندي علاقه، ليش؟ لانه انا عندي عدد الاي مساوي لعدد البي، يعني اي سترينج اي كلمه بلونج لهي اللانجوج لازم عدد الاي يساوي عدد البي فيها. فما عندي انا ميموري اقدر احتفظ بعدد الاي لما اقراهم وابلش قراءه البيز اعرف قديش قراءه اي واقارن. تمام. هو نفس الشيء، هاي مش ريجولر لانه ايش؟ لانه اني عندي عدد الاي مساوي لعدد البي. ايش الفرق بين هاي اللانجوج وهاي اللانجوج؟ هاي اللانجوج الاي بيجي قبل البي، هاي اللانجوج الاي والبي ممكن يجوا باي ترتيب، بس عدد الاي مساوي لعدد البي. فهاي عشان انا اقدر اعمل ماشين تحدد انه السترينج فيها عدد الاي مساوي لعدد البي بدي ميموري عشان يقدر يحتفظ بعدد الاي او عدد البي عشان يقدر يقارن بين اجزاء السترينج. تمام. واضح. شكرا دكتور، شكرا. اهلا. هلا ال5 لانجويج نمبر 5 اللي هي W such that W belong لل AB star وعندي number of A of W is even and number of B of W mod 2 تساوي 1. او ايش ممكن احكي غير مود 2 يساوي 1؟ عدد البي ممكن احكي ايش يعني مود 2 يساوي 1؟ اود اود، يعني ممكن يحكي لك اود او مود 2 يساوي 1. هون ممكن يحكي لك ايفن او مود 2 يساوي 0. هون هل هي ريجولر ولا مش ريجولر؟ ريجولر. ريجولر في اي علاقه بين الاي والبي؟ لا صح، انا عندي كونسترينت على الاي كونسترينت على البي. حتى لو قلت لك number of A و number of B even، اثنين يعني even، ما في علاقة. واضح؟ طيب هلأ هاي كيف بقدر أعملها DFA؟ أول شيء it's regular. Okay, because we can construct a DFA for L5. طيب أنا بدي أعملها DFA، هذا سؤال L5 جبت لهم إياه في الفيرست السنة الماضية امتحان الفيرست. طلع عمل لي DFA لهي اللانجوج L5. تمام. هلأ L5 عدد الـ A even وعدد الـ B odd. عشان اقدر احل هيك مشكله دائما باخذ جميع الاحتمالات. كيف يعني جميع الاحتمالات؟ هلا انا لما يكون في عندي عدد الاي ايفن وعدد البي اود، ايش الاحتمالات الخليط؟ يعني ايش كل الاحتمالات بالنسبه لعدد الاي وعدد البي؟ اول شيء بس بي. لا مو هيك القصد، يعني قصدي بالنسبه للايفن والاود. يعني أنا عندي عدد الـ A even وعدد الـ B odd، صح؟ إيش احتمالات تانية بالنسبة للـ even والـ odd؟ كم احتمال عندي؟ يعني عندي الـ number of A of W عنده احتمالين، إما even أو odd. أو odd. في احتمال آخر؟ لا، لأنه أرقام في الدنيا إما even وإما odd. فعدد الـ A إما حيكون عدد زوجي أو عدد فردي، صح؟ والنمبر اوف بي اوف دبليو ايش احتمالاته؟ نفس الشيء، اما ايفن واما اود. ليش مشيت بهي الطريقه؟ لانه السؤال هيك محدد لي، قايل لي انه عدد الاي ايفن وعدد البي اود، فانا بدي اخذ جميع الاحتمالات بالنسبه للايفن والاود. تمام. فعدد الاي اما ايفن اما اود، يعني هون عدد الاي اذا ما كان ايفن ايش حيكون؟ اود. وهون عدد البي اذا ما كان اود حيكون ايفن. فبالتالي السترينجز
اللي حتطلع اما حيكون ايفن ايفن، صح؟ ايش يعني ايفن ايفن؟ يعني نفترض انه هاي مثل عدد الاي وهي عدد البي، او ايفن اود عدد الاي وعدد البي، او اود ايفن عدد الاي وعدد البي. ايش الاحتمال الرابع؟ معي شباب؟ أود أود فاهمين؟ اود اود عدد الاي وعدد البي. ليش انا سويت هيك؟ لاني بدي اخذ جميع الاحتمالات بالنسبه للايفن والاود، لانه اللانجويج شغاله على الايفن والاود. اوكي، لما يكون السؤال في ايفن واود بدك تشتغل بهذه الطريقه. طيب انا هلا بالتالي بدي اعمل ستيت لكل حاله، بدي اعمل ستيت يكون فيها عدد الاي تمام والبي ايفن ايفن، ستيت ثانيه ايفن اود، ستيت ثالثه اود ايفن، وستيت رابعه اود اود. فبالتالي حيطلع معي اربع ستيتس، واحد اثنين ثلاث اربعه، حيطلع معي اربعه ستيت. نفترض هاي الستارت ستيت. هلا انيشالي في البدايه بدون ما اقرا لا اي ولا بي، قديش حيكون عدد الاي عندي؟ صفر، صح؟ وقديش حيكون عندي عدد البي؟ واحد. كيف واحد؟ انت في البدايه لا قبل برضه ما صفر، ولا شيء برضه صفر. طب عدد الاي صفر وعدد البي صفر، الصفر هذا زوجي ولا فردي؟ هذا زوجي. زوجي. فبالتالي اول ستيت حتمثل لي عدد الاي ايفن وعدد البي ايفن اجباري، اول ما ادخل ما اقرا لسه ولا شيء، يعني انا عندي لامدا تمام، لامدا فيها عدد الاي صفر وعدد البي صفر. اللامدا متى بعملها؟ لما اكون واقف على الستارت ستيت، بكون بدون ما اقرا اي شيء بقدر اعمل ايش؟ كونستراكت لللامدا سترينج. ففي البدايه بدون ما اقرا ولا شيء بكون عندي عدد الاي زوجي وعدد البي زوجي، تمام معي ولا مش معي؟ معك دكتور. طيب هلا ليت سي اني انا قرات 1A، ايش صار بعدد الاي؟ قد ايش صار عندي اي؟ واحد، صح؟ يعني انا لما اكون واقف على الستيت هاي عدد الاي صفر. بس دقيقة، في طلاب مش طالعين عندهم المحاضرة، عم بكتبوا لك مسجات ليش مش طالعين؟ مش عارف، يعني بس مع شاب بحكي لي مش طالع انه في جوين انه في ميتنج. صار معي هيك الاسبوع الجاي، الاسبوع الماضي. طيب يعملوا جوين، هم يعملوا جوين عندنا على الايفنت. ما بيطلع لهم. ما بطلع بالمي، ما فيش ميتنج. دكتور ممكن لما تعملهم انفايت يدخلوا. دكتور طيب. الجوين مش مبينه هسه، خليت يعقوب يعمل لي انفايت عشان ادخل. غريب، مع انه كلهم مضافين يعني. يعقوب موجود صح؟ خلاص انا دخلت، كانت مش طلعت لي الجوين، في حد عمل لي انفايت مش عارف مين. انا عملت انفايت لك مره ثانيه، الجوين مش طالع بس دكتور مش عارف ليه. ممكن هاي بق، بتعرف ايش بالهد اول كانت تطلع عندك صح؟ شباب الكل يعمل ميوت بليز.
anyways في احد كمان من الشباب بيبعت مسجات انه مش عارف يعمل جوين. آه شباب اذا في احد بالله بلغوني بليز. الو معي شباب؟ معك دكتور. معك تمام. كان السؤال كالتالي، بدي اعمل لانجويج الفايف اللي هي بتمثل كل سترينج المكون من الاي والبي، هيك بنقراها، وعدد الاي زوجي وعدد البي فردي باي ترتيب. هلا حكينا هاي اللانجويج عشان نقدر نبنيها، لازم ناخذ بعين الاعتبار كل احتمالات السترينجز بالنسبة للزوجي والفردي. اوكي، فقلنا السترينجز نفترض انه الجزء الاول هون بيمثل عدد الاي والجزء الثاني بيمثل عدد البي، بغض النظر هم اجوا قبل بعض او باي ترتيب، المهم عددهم. عدد الاي زوجي وعدد البي زوجي، هي اول احتمال، او عدد الاي زوجي وعدد البي فردي، او فردي زوجي او فردي فردي، ما في عندنا اي احتمال اخر. خذ اي سترينج في الدنيا مكون من الاي والبي، تمام، بتلاقي بالنسبه للزوجي والفردي هاي كل الاحتمالات، ما في اي احتمال اخر، تمام. فبالتالي هلا كل حاله من الحالات هاي بدي اعملها ستيت، فبالتالي انا عندي اربع ستيت. ستيت الاولى قررت انها ايفن ايفن، ليش؟ لانه انيشالي اجباريا قبل ما اقرا اي شيء انا واقف على الستارت ستيت بكون عدد الاي صفر وعدد البي صفر، فبالتالي الصفر يعتبر زوجي، بالتالي ايش حاخذ هاي الستيت تمثل زوجي زوجي، عدد الاي زوجي وعدد البي زوجي. هلا الستيت هاي ممكن يطلع منها اي او بي. هلا اذا طلع منها اي حنتقل على ستيت ثانيه. الستيت الثانيه هاي بما اني انا انتقلت من عدد زوجي للاي وضفت عليه واحد، اي رقم زوجي في الدنيا اضيف عليه واحد ايش بتحول مباشره؟ فردي. فبالتالي الاي حيصير اود، البي ما لعبنا فيه، فالبي ايش حيضله؟ ايفن. واضح؟ تمام. طيب هلا الستيت ممكن يطلع منها اي او ممكن يطلع منها ايش كمان؟ بي. هلا انا كان عندي هون زوجي زوجي، الاي ما تغير عليها ولا ايش، ايش ضلت؟ ضلت زوجي. تغير على مين؟ على البي. احنا مفترضين انه الاول بمثل الاي والثاني بمثل عدد البي. زوجي يزيد عليه واحد ايش بيتحول؟ لفردي. فصير عندي even odd، تمام. هاي خلصنا من الستيت الاولى، نيجي على الستيت الثانية. انا هاي الستيت فيها حاليا عدد الاي فردي وعدد البي زوجي. لو انا قرأت كمان A، بدنا نجرب الA والB نشوف وين بدنا نروح على أي state. عدد الA odd زيد عليه واحد A، إيش بصير A؟ Even. Even. بالتالي وين بدي أروح؟ بدي أروح على الstate اللي الA فيها even. طبعاً بدي أروح على الstate اللي الA فيها even والB فيها even. ليش؟ لان انا عندي حاله معينه، عدد الاي اود وعدد البي ايفن، زدت بس اي، يعني البي ما نلعب فيها، ايش ضلت البي؟ ايفن. الاشي اللي نلعب فيه وتغير عليه اللي هو عدد الاي، كانت اود ايش صارت؟ صارت ايفن. انا حروح لايفن ايفن كمان مره. انا واقف على اود ايفن، odd عدد الـ A و even عدد الـ B، زدت 1A فقط، مين اللي حيتغير؟ عدد الـ A حيتحول من odd لـ even، وعدد الـ B حيضلوا even، حروح لـ even even. تمام؟ معي شباب؟ واضح؟ معك بكتر. طيب بدناش ضل، خلوني للآخر تقول لي بعدين عيد عشان نروح على إشي تاني. طيب هلأ هون جربت الـ A من هاي الستيت، جرب الـ B. هلا انا واقف على odd even وضفت 1b،
odd even زائد b وحده حيتغير الاود حتتغير لا لانه هاي البي حتتغير تغير على مين على عدد البيز فعدد الاي حيضل اود وعدد البي ايش حيتحول تحول له اود الاود كمان ايفن زدت عليه 1 بي ايش صار اود عندي ستيت اود اود ما عندي فبعمل ستيت جديد ايش بتحصل اود اود فبالتالي البي هاي وين حتوديني حتوديني الى اود اود واضح تمام طيب هلا نيجي على هاي الستيت اللي هون ايفن اود انت احكي لي انس لو قرات كمان بي ايش حيتغير عندي هون الستيت بتصير بدي ارجع الاولى بالضبط حرجع الاولى لانه انا عندي ايفن وزدت بس بي وحده حيتغير بس عدد البيز من اود لايفن بتصير ايفن ايفن تمام طيب لو زدت اي وحده مين اللي حيتغير عندي اي البي ما حيتغير حتضلها اود وزدت اي وحده حتصير اود اود على اليمين اكزاكتلي تصير اود اود اوكي طيب انا هلا هون ضل عندي هاي الستيت عندي اود اود زيد اي تصير ايفن اود تصير ايفن اود زيد بي على فوقيها اكزاكتلي بصير اود ايفن على فوقيها طيب هلا بدي احدد الاكسبتنج ستيت بجي بطلع على السؤال ايش طالب السؤال طالب ايفن اي واود بي بتلاقي اي ستيت حتكون فاينل لا تحت على الشمال اكزاكتلي هاي حتكون الاكسبتنج ستيت اللي هو الايفن اود واضح لو كان طالب ايفن ايفن بختار هاي الستيت لو كان طالب اود ايفن بختار هاي الستيت وكان طالب اود اود بختار هاي الستيت تمام واضح تمام دكتور تمام اذا هاي اللانجويج تعتبر ريجولر لان قدرنا نعملها دي اف اي ناخذ انذر اكزامبل ستة اللي هو L ستة يساوي AN BM N و M أكبر أو تساوي زيرو وال M تنزل الكاميرا شوي إذن L ستة AN BM N و M أكبر أو تساوي زيرو وال M بدها تساوي اللي هو 2N ايش رايك ريجولر ولا مش ريجولر هاي لا نوت ريجولر ليش نو الام معتمد على الان تمام لانه في علاقه بين عدد الاي وعدد البي طيب 7 ال 7 اي 2 ان B 2N زائد 1 N أكبر أو تساوي 0 برضو هاي أنس إيش تعتبر هاي نفس L5 هاي نفس L5 even odd صح إيش رأيك أنت هاي هسه هاي regular هاي مش ريجولر مش 2n بلس 1 يعني اود 2n even 2n بلس 1 اود 100% بس هاي مشكله انه عدد الاي والبي بينهم علاقه يعني هون ايش بحكي لي عدد الاي زوجي فولود باي عدد دي بيزيد عن عدد الاي بواحد صح اوكي تمام فهاي نوت ريجولر
بس لو كان قايل لي مثلا هي ناخذ 8 ال 8 كان قايل لي a 2n b 2m زائد 1 و n و m اكبر او تساوي 0 هاي ايش مالها؟ هاي رجله يعني هاي ال 8 نفس 5 لا مو نفس 5 هلا ايش الفرق بين 8 وبين 5 5 ال A وال B بأي ترتيب 8 ال A بدها تيجي قبل ال B تمام اوكي طب احكي لي هاي كيف لو بدي اعملها انا دي اف اي وانا بدي اعملها هاي دي اف اي تمام ايش الدي اف اي تاعتها كيف بتكون شكلها عملنا لها فكره هاي دي اف اي قبل المره هاي اول اشي بدك تعمل دي اف اي لل A to N A to N كيف نعملها يعني عدد A زوجي يعني خذ هالأجزاء خلص كل جزء لحاله كيف بدي اعمل انا عدد A زوجي بلش بالصفر اكزاكتلي بلش عدد A صفر تمام بعدين لو زدت عليه A واحدة ايش حصير يعني even odd even odd بالنسبة للA صح عشان ارد اضيف كمان A هيرد رجعني على الeven صح مش انا في البداية A even ضفت عليه واحدة صار odd ضفت عليه كمان A رجعته even تمام هلا لاحظ هاي ما بقدر هون اطلع B لانه انا بدي اخلص A اول بس اخلص A ايش بسوي بدي اعمل هلا B يعني B حتوديني على مكان تاني لانه ما عندي علاقة بين A وال B ما لهم دخل بعض ال A لحال وال B لحال طيب هلا البي مثل الكاميرا دكتور هلا البي لاحظ هنا ايفن ايفن الاثنين يعني الاي ايفن والبي ايفن في البدايه تمام 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 الاي ايفن والبي ايفن هون بس اود لحالها واحده للايفن للاي هلا هون ايش حيصير عندي لما زدت 1 بي صارت البي اود يعني هون الاي اود وهون هلا البي اود اوكي هلا الايفن فعل الاود فعليا هو عباره عن ايفن زائد واحد الاود فعليا هو عباره عن ايفن رقم ايفن زائد واحد اي رقم ايفن في الدنيا زيد عليه واحد بصير اود فأنا هون عندي هذا الواحد بس بدي أضيف إشي إذن فبالتالي بعمل state تروح في B وترجع في B في B تمام هون B odd وأنا رجعت B even بس كمان نزل الكاميرا دكتور وأنا رجعت B even تمام هون بيرجع B odd B even B odd طب هلا بدي اختار accepting state مين accepting state لازم اختارها اللي بالنص الهاي اه يس طب ليش مش هاي اي وحده هون even even هون هاي even even exactly لانه على الاقل يعني هلا المينيمم هون ايش حيكون في عندي السترينج المقبول مينيمم سترينج لما تكون n 0 وm 0 خد n 0 وm 0 الn 0 بصير هاي لمدا m 0 بصير عندي b فالمينيمم سترينج سترينج اوكي اللي هو b لحاله صح
اقل سترينج عندي حيكون بي اكسبت هاي اللانجوج. هون ما بكون في عندي بي، هون بكون في عندي 1 بي لو اكسبتد. طبعا هون عشان انا اعملها دي اف اي ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل تراب ستيت، هاي عباره عن اي مش طالع منها بي، فالبي ايش بتوديني؟ اتراب. ونفس الشيء هاي طالع منها بي مش طالع منها اي، الاي حتودينا اتراب. نفس الطريقه هاي طالع منها بي مش طالع منها اي، الاي وين حتوديني؟ برضو على تراب. وهاي نعمل عليها لوب اي وبي. تمام تمام واضح تمام اوكي. اخر مثال عندنا، بس بدي احكي عن الريفرس. اوكي ال اوف ام تساوي all string with a prefix ab, find dfa for l of m reverse. بدي اطلع reverse ل l of m. لاحظ ايش الreverse لهي اللانجوج؟ ال without prefix ab. لا مش الكومبلمنت، reverse يعني انا عندي على سبيل المثال ab bb، reverse تبعها ايش هيعطيني؟ 3 ba. تمام reverse يعني اقراها بالعكس. فأنا لو أنا عندي DFA للانجويج بطلع الريفيرس للDFA، هاي بسيط جدا. أول إشي واحد draw DFA for L of M. إيش DFA لهاي اللانجويج؟ بسيطة جدا، عندي البريفكس تبعها AB يعني ببلش بA B، بعدين عندي هون أي إشي صح؟ مش احنا هيك بنحكي بريفكس اي بي، يعني بتبدا باي بي وبعد الاي بي ممكن اشوف اي شيء q1 و q2. بعدين بعمل هون تراب، هاي طالع منها اي مش طالع منها بي، هاي طالع منها بي مش طالع منها اي. سهل جدا اني ارسم لها ايش؟ دي اف اي. بس reverse the transition، يعني كل transition هيك بغيره بهذا الاتجاه. 3 make the initial state final، 4 make the final initial. طبعا على فرض انه انا عندي فاينل واحده، اذا بدي اعمل ريفرس للترانزيشن، بدي اخلي الانيشال ستيت فاينل وبدي اخلي الفاينل انيشال. طلع الرسمه، برسمها مره ثانيه نفسها اوكي، بس بدون ما احدد لا ستارت ولا فاينل ولا احدد اتجاهات اسهم. يو 0 Q1 Q2. تمام. هون اوكي Q0 1 و2، هاي نسميها Q3 مثلا، هاي هون Q3. لاحظ رسمت نفس الرسمة بس بدون ما احدد اتجاهات اسهم ولا حدد ستارت وفاينل. بعد ما تطبق القواعد هاي reverse the transition، بمعنى اللي كان يروح من Q0 ل Q1 حيصير بالعكس، Q1 لوين؟ ل Q0 بعكس اتجاه الأسهم. تمام. خلي نفس الليبل
هون كان يروح من 1 لكيو 2 حيصير يروح هون من وين؟ من كيو 2 لكيو 1. عكسنا اتجاه ايش؟ الاسهم. هون نفس الشيء كان يروح من من كيو 0 لكيو 3 حيصير من كيو 3 لكيو 0. هون نفس الشيء يصير من كيو 3 لو كيو 3 لكيو 1. ايه هاد نفسه هذول اللوب. بعدين ستارت الفاينل، والفاينل هاي ستارت ايش حتصير؟ حتصير فاينل تمام، وهاي الفاينل هي حتصير ستارت. اوكي هلا خذ اي سترينج واعكسه هون بتلاقي موجود بالدي اف اي هاي. يعني لو اخذنا على سبيل المثال اي بي A هون، ايش الريفرس تبعه؟ ايش الريفرس تبع ال ABA؟ نفسه ABA. نفسه هاد. خلينا نغيره ABAA، حيصير AA BA. دقيقة، لا هو لازم يكون صح. دقيقة ايش عنا احنا هون؟ عنا A B A A دقيقة ايش صار عندي هون؟ في ايش ناقص؟ اوكي هون اللوب، سوري هون اللوب كان عندي هون اللوب على الفاينل، هون اللوب حيصير على الستارت. فايش حتصير عندي هون؟ A B A A. هون ايش هاخذ؟ هعمل لوب حصير عندي هون A A B A الريفرس تبعها صح؟ فعمل لوب على ال A A بعدين حمشي B A توديني على final state. كم مرة عملنا لوب على ال A A هون بعدين ايش عندي؟ B A هتوديني على accepting state تمام؟ واضح شو الريفرس؟ الو واضح واضح دكتور واضح تمام. اوكي توقف هون. عملية ايجاد الريفرس عملية كتير سهلة، بس مجرد انك ترسم الدي اف اي تعكس الاسهم تخلي الانيشال فاينل والفاينل تكون initial state.